وللمزيد حول الحملة الإغاثية التي قامت بها هيئة علماء المسلمين في العراق بالتعاون مع منظمة أم القرى بتقديم مساعدات المهجرين أو للمهجرين من جرف الصخر إلى منطقة الرحالية بمحافظة كربلاء وكذلك حي الشهداء بمدينة الفلوجة في محافظة الأنبار. بشأن ذلك انضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. دكتور عبد القادر، بداية مرحبا بكم. أطلقتم حملة إغاثية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين لمساعدة المهجرين من جرف الصخر بناحية الرحالية، يعني لو تطلعنا أكثر عن هذه الحملة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه الحملة كانت على قسمين. القسم الأول كما تفضلت في منطقة الرحالية في جنوب شرق محافظة الأنبار، هذه المنطقة القريبة من كربلاء، طبعا يسكنها العديد من العوائل النازحة من منطقة جرف الصخر، وتم توزيع السلات الغذائية على 40 عائلة موجودة. تم الوقوف والإحصاء هذه العوائل، كانت طبعا ليست هذه المرة التي نصل إلى هذه المنطقة، لكن لبعدها وهذه المنطقة وقليل من المنظمات التي تصل إلى هذه المنطقة، ولكن مناشدات وصلتنا من أهالي هذه المنطقة من هذه العائلات الناجحة، والحمد لله تم تأمين هذه السلات الغذائية لهذه العائلات. القسم الثاني من الحملة كان في منطقة حي الشهداء في جنوب مدينة الفلوجة، حيث توجد الكثير من العائلات الفقيرة، وهذا الحي معروف في جنوب مدينة الفلوجة، الأحياء الفقيرة والتي تعرضت كثير من هذه العائلات إلى أضرار كبيرة وتهدمت منازلها، ولا سيما في الحملات العسكرية التي شهدتها المدينة خلال ما بين عامي 2014 و2017. فكانت هذه الحملة اشتملت على توزيع 140 سلة غذائية على هذه العائلات من هذه المنطقة. وفي الحقيقة هذه العوائل متضررة جدا، حالتهم يعني كثير، يعني لا يمكن تصور حجم الفقر الذي موجود في هذه الأحياء الجنوبية المدينة، و هذه العائلات المتضررة الكثير منها يوجد لديهم المعيل، وهم بحاجة ماسة إلى دعم متواصل والوقوف معهم في، ولا سيما نحن مقبلون على شهر رمضان، فهم ناشدون بالكثير والمزيد من تقديم المساعدات الغذائية خلال الأيام والأشهر المقبلة. طيب دكتور، كيف استقبل الأهالي في هذه المخيمات هذه الحملة؟ الحقيقة يعني عبروا عن شكرهم وامتنانهم لجهود المنظمة ودعمها المتواصل المستمر في معاناتهم وفي هذه المساعدات التي تقدمها المنظمة، وناشدوا الاستمرار والمزيد بالوقوف معهم، وأيضا يعني هم يعني طلبوا الكثير يعني من المنظمات الأخرى بالحد وحد منظمة أم القرى وتقديم المساعدات لهم. هم يعني شكروا هذه المبادرة، وكانت يعني غطت جزء يسير ما يحتاجونه في الحقيقة، وكثير من هذه العائلات يعني المواد الغذائية أو الحصة التموينية لا تصلهم إلا في كل 3 أشهر، فهم يعني بحاجة ماسة في الحقيقة، وفرحوا كثيرا بهذه الحملة، وإن شاء الله نحن متواصلون معهم، وستكون لدينا حملات متواصلة في هذه الأحياء الفقيرة في العائلات المتعافية، وكذلك في المخيمات النزوح حيث يسكن النازحون والعائلات النازحة من مختلف مناطق المحافظة وفي غيرها المحافظات الأخرى. نعم، من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد، شكرا جزيلا لك.